أيمن أيمن من خلال اللقطة الماضية لاعب النجم البحريني المهاجم الأوحد في تشكيلة لقاء الليلة يتعرض للعرقلة من مسمي الحسين حارس مرمى المنتخب الباكستاني وأمام أنظار حكم المباراة الأردني محمد موسى أبو لؤم. أبو لؤم كان قريبا من اللقطة الماضية أيمن ينجح في المراوغة ومتزم الحسين لم يجد بدا سوى بإعاقة أيمن الهاجري داخل منطقة الجزاء. فؤاد العميسي وأحمد الحيفي في الارتكاز وإلى الجهة اليمنى عبد الواسع المطري وإلى الجهة اليسرى ياسر جبر وما بينهما وحيد الخياط والمقدمة للذي يتحصل على ركلة جزاء مبكرة أيمن الهاجري. كانت الأحاديث تتحدث عن تواجد علاء الصاصي لكن سكوب فضل إبقاءه في ما تكلمنا حتى عن تشكيلة منتخب باكستان وإذ بأيمن الهاجري يتحصل على ركلة جزاء. سلامات لحارس المنتخب الباكستاني مسام الحسين حارس مرمى نادي الماء والطاقة في باكستان. ركلة جزاء بداية مبكرة للمنتخب اليمني يسعى من خلالها إلى الترجمة والمنتخب اليمني لم يسجل منذ أن سجل عبد المعين المجرشي في شباك المنتخب الكويتي في نوفمبر 2014 قبل كأس الخليج. يسعى للعودة للتسجيل وهنا المواجهة على تنفيذ ركلة الجزاء من على التنفيذ من المنتخب اليمني يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء. مدير عبد ربه لاعب مدافع آل صنعاء يتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء من خلال الكرة الحالية. مدير عبد ربه على التنفيذ ينفذها يتصدى حارس المرمى المطري لاعب اليرموك اليمني عبد الواسع المطري يمطرهم منذ بداية أحداث هذا اللقاء. البداية يمانية المدافع أضاع في اللقطة الماضية ولاعب الوسط اليميني المتحرك اليماني في اللقطة الماضية يطير للكرة ويضعها برأسه في التسعين يفتتح أحداث هذا اللقاء. يعني الغريب أن يتقدم مدافع في ظل وجود أربعة لاعبي وسط مهاجم ومهاجم أوحد وأيمن الهاجري مدير سددها بسهولة تصدى لها حارس المرمى ومحمد بغشوان نشاهد تسجيل هدف مع المدافعين والمرور فيها صافرة ركلة جزاء لصالح منتخب باكستان. هذا هو الخطأ الذي كان لم يتوقعه الجميع في اللقطة الماضية فيها خطأ وعلى لاعبي المنتخب اليمني الحذر واحد والركلة الجزاء احتسبت. شوف الدخول الخاطئ لمدير لكن هنا بهذه النتيجة لكن أمور يبدو أن بدري أن نتكلم عن هكذا أمور في ظل وجود حارس بقيمة محمد إبراهيم عياش في مواجهة حسن بشير مباراة الركلات الجزائية. حسن بشير محمد عياش في المرمى عياش المرمى جول أول لصالح المنتخب الباكستاني. حسن بشير يأتي بالبشارة للجمهور الباكستاني الحاضر في مدرجات استاد حمد الكبير. سجل منتخب باكستان أول أهداف اللقاء أول أهداف في التسعين وضعها صعبة على حارس المرمى محمد إبراهيم عياش وضعها في الزاوية مستحيلة باليمني. هذه النتيجة بالحسابات إذا ما انتهت عليها هذه المباراة باكستان تحتاج للفوز 1-0 إذا ما أرادت التواجد في الشاشة العنابية لشاشة قناة الكأس. 25 دقيقة من الإثارة في الدقائق الأخيرة خذ 25 من دقيقة من الإثارة. هذه مباراة ما تنتهي 2-1 في أهداف في المزيد من الأهداف وجمهور الأحمر يتمناها حمراء وجمهور المنتخب الباكستاني يتمناها عودة إيجابية من خلال أحداث هذا اللقاء. ركلة حرة الصاصي على تنفيذ أكثر من لاعب من بين الصاصي والأقرب لأن ينفذ الركلة الحرة على الصاصي على التنفيذ على بيصراح يهز شبك مزمل ممكن على يلعبها جول